يعني نتابع الآن التقدم العسكري الروسي على الأرض، يصفه البعض بأنه بطيء ولكنه يتحرك بثبات نحو الهدف. هل تراهن روسيا في حربها هذه على الدعم الصيني؟ أعتقد بخصوص هذا الحرب ليس هناك، يعني روسيا لا تحتاج إلى الدعم من الصين، ولا أعتقد هناك الصفقة ما بين الدولتين في هذا الشأن، لأن يمكن أن نرى هناك يعني تفاوت كبير بين قوات روسيا والأوكرانية. فلذلك أعتقد أن الدعم فعلا هناك التعاون الاقتصادي وفي تعاون في كل المجالات بين الصين وروسيا، ولكن بخصوص العمليات العسكرية في أوكرانيا لا أعتقد أن روسيا تحتاج إلى الدعم من الصين.